مهما كان قربك من الشخص الآخر ترى له خصوصيته ولو استقلاليته، مهما كنت قريب، حتى زوج وزوجة لهم خصوصيتهم، الصديق وصديقه لهم خصوصيتهم، في أشياء مو بحاب يقولها لك. من أعطى هذا الحرية، أعطى هذه الميزة، مو بحاب خلاص. أحيانا تدري أنك لو حققت ما بيعترف، لا تحقق معه، اسكت، سوي كأنك ما انتبهت. نقطة مهمة أيضا، لا تتدخل في حياته. في ناس تتدخل من دون طلب، بمعنى انا والله انت ليش تعامل زوجتك بالطريقه الفلانيه؟ انا اشوف انك تصرف، تعطيها اكثر من اللازم، يخرب بينهم وهو ملقوف ما له دخل. ليش تربي عيالك بهالطريقه؟ ليش تتعامل مديرك ويبدا يوجه من دون ما هو يطلب منك؟ هذه عدم التدخل له استثنائين، يعني في حالتين تدخل انا برايي. الحاله الاولى لو هو طلب رايك، لو هو طلب مشورتك، وتدخل بحذر، ولا تفتي فيما لا تعرف، ولا تعتبر نفس شخصيتك فتعطيه شيء اللي يمشي عندك. يمكن حتى تدخلك يصير أنصحك تستشير مستشار أسري مثلا.